كما تتعرفوا انه خلال هذا الحجر الصحي يعني كقطاع سيارات الاجره يعني ظهرت صفوف يعني المهنيين بالدرجه الاولى والسائقين المزاولين مجموعه ديال المشاكل. المشاكل من بين المشاكل اللي بانت واللي ظهرت خلال هذه الجائحه وكانت هي يعني من قبل ولكن بانت بوضوح خلال هذه الجائحه هي ما يسمى بالعطله في صفوف سيارات الاجره بسبب شح الخدمه وبسبب النقص ديال العمل. بان هذا المشكل ديال عدد كبير من السائقين جالسين على العمل. ثانيا السبب اللي خلى هاد الناس جالسين من العمل وهو ما يسمى بارتفاع الروسيطه ما يسمى بالجرني مجموعه ديال 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 المهني ديال معلمين الشكاره يعني فرضوا على السائقين يعني واحد الروسيطه اللي هي عاليه. وهاد المشكل بين لنا ظاهره اخرى ما يسمى بالطرد التعسفي في صفوف السائقين. وسببه هو انه يعني كما قلنا هاد المعلمين الشكاره ما واكبوش ما حاولوش انهم يواكبوا يعني التطور ديال 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 المهنه ويعيشوا المعاناه الحقيقيه اللي تيعيشها سائق سياره الاجره وكذلك التحرك والتنقل ديال المدينه والحركيه والتجول ديال المدينه. كذلك من بين المشاكل اللي ممكن نذكروها وهو كما قلنا ارتفاع السومه ديال الكرائيه ديال ماشي الكرائيه ولكن السومه ديال الجورني واللي قلنا فرضوها هاد المعلمين الشكاره على مجموعه ديال السائقين واللي نتج عليها يعني عمليه ديال الطرد ديال مجموعه ديال السائقين اللي مطالب الان واللي السائقين يطالبونه من خلال هاد جوج ديال المطالب هو انه يطالبون الولايه بالتدخل العاجل والفوري لحل هذا المشكل هذا عن طريق يعني بقرار عاملي يحدد السومه يعني اليوميه ديال هذه السياره بناء على ماذا؟ بناء على مجموعه المعطيات بناء على الوقت ديال العمل خصوصا انه العمل ينتهي مع 8 ديال العشيه. كذلك بناء على يعني العداد يعني العداد تنعرفوا شحال يعني تضرب من كيلومتر السياره. اذا هذه المسائل هذه المعايير ممكن تعتمد لتقنين هذا الجورني هذا. المهم حنا تنعانيو من هاد 3 شهور هادي اللي نتعدى هاد 3 شهور اللي كان فيها التوقف هو انه لقينا بعض المشاكل اللي تراكمت علينا. ومن ضمن هاد المشاكل هادو هما انه كاين الكراء اللي هما الكريمات ما بغاوش يديروا معنا فيه تسهيلات وكاينين التامين اللي ما عرفناش كيفاش تسوراو لنا بزمننا لان المشاكل لان التامين ديما حنا وقت ما تقاد لنا لاسورونس راه تعيطوا لنا في التليفون وتقول لنا واش بتسوريو. كنت نتمنى ان من السلطه وانه تاخذ هذه الفكره هذه ماشي انا كاع 3 شهور وملي خرج لقيت تسني لاسورونس لقيت تسني 3 شهور نتاعت الكرا نتاعت الكريمه لقيت هذاك سميتو اللي طاري نتاع السيارات. والغريب في الامر هو انه هاد لاميسو هادي راه ما دارت معنا حتى شي حل. هذاك سميتو لان صيفطوا لنا برا وقالوا لنا شي راه خاصكم تخلصوه. وتنتمنوا حنا حاليا تنشدوا السلطه ان تشوف لنا شي حل لهذه المشاكل اللي عندنا.